إذن ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وهذه القرية اللي تعرفنا عليها اليوم من بلادنا. وكمان بذكركم بأنه بلادنا لسه فيها مواهب، فيها روح، فيها حياة، وكمان مواهب موسيقية وغنائية. ممكن كمان هوا بلادنا بيعطينا الإحساس العالي وبينمي عنا المواهب، وممكن كمان هو يكون الملهم خاصة في الطبيعة والربيع. فخلينا احنا نتعرف على الموهبة ضيفتنا في الاستوديو، مين الملهم لإلها وكيف بتستلهم هاي الروحانيات؟ خلونا نصبح على صديقنا في الاستديو أمجد حمد. يسعد صباحك. يسعد صباحك، الله يسعدك يا رب. صباح الخير. الله يسعد صباحك. يعني أنت جايب أكثر آلة قربا لقلبي، أنا كنت بحب العود. أنا بحبها بس بحسها جدا صعبة للتعلم أو للعزف. شو رأيك؟ ممكن عند بعض الأشخاص، ممكن اللي عندهم الموهبة والقدرة أنهم يتعلموا بطريقة أسرع ممكن يكون إشي سهل عندهم. طب لما نحكي هلأ مثلا أنا ناوي يعني أتعلم عزف على العود، قدين حستغرق مدة أخذ لا أصير متقنة مش بس هاوية متقنة؟ ناوية شهد؟ كتير حابة. والجيتار كمان؟ مبدئيا حسب أنت إيش موهبتك في الموسيقى، هل أنه عندك موهبة موسيقية أو عندك إسراف؟ ما في مشكلة، بصير ممكن، بس ممكن تأخذ وقت أكبر من أنه الواحد يكون عنده موهبة. طب هلأ خلينا نعرف المشاهدين عنك، عن موهبتك، كيف نميتها، كيف كبرتها؟ تمام. أنا أمجد حمد من سباستيا، بدرس موسيقى في جامعة النجاح في قسم العلوم الموسيقية. درست أول فصل محاسبة في جامعة القدس المفتوحة، بعدين حولت على الموسيقى في جامعة النجاح. طب دراسة الموسيقى، أكيد أنت بما أنك سألت شهد عن الموهبة، زي عندها موهبة، فدراستك للموسيقى كانت نتيجة موهبة موجودة عندك؟ طبعا أكيد. احكي لنا عن موهبتك. بلشت الفكرة بفرقة الدب كيف الكلور، بلشت فيها، فلاحظت انه ميولي للإشي الفني اكثر من الاشياء الاكاديميه زي المحاسبه والتفاصيل هاي كلها. فدخلت اول فصل، دخلت محاسبه، كل حضرت ثلاث محاضرات وروحت ما كملتش. فقررت خلص قرار انه بدخل موسيقى. الكل يمكن في ناس عارضت انه عشان مستقبلها ما في لها شغل وكذا، بس المهم الواحد يعمل اللي بده اياه. ولو بدنا نحكي عن بعد انه تنتهي مرحلتك الدراسيه، تتخرج من كليه الموسيقى، هل انت حابب ترجع على الكليه كاستاذ اكاديمي او انك تكون عازف حر؟ طبعا ما في اي مشكله، بالعكس ان شاء الله هذا بندخل عليه. طب شو بيعلموكم بكليه الفنون بقسم العلوم الموسيقيه؟ حلو، بيعلمونا كل شيء له دخل في الموسيقى. هو علم علوم موسيقيه، ما بتتخصص بشيء معين، على اساس لما تكمل ماستر تكمل بتخصص معين. هلا مثلا بعطونا شوي هارموني، شوي سولفيج، شوي عود، آلة تخصص، آلة حرة، فالمجال مفتوح قدامك بعد تكمل ماستر ايش بدك. ايش هي الآلة الموسيقية اللي انت حابب تعزفها او تتعلمها غير العود؟ الناي او الكلارينت. الناي صعبة ولا سهلة؟ ما جربتش والله. الآلة النفخية. طب شو رايك تسمعنا يعني؟ اكيد العود هيك مغري، يلا سمعوني. طبعا يعني. اكيد. Thank you.
جد تسلم هالايدين يا امجد عن جد عزفك كثير حلو كثير. انا حتى ما حبيت ابدا انه يخلص عزف العود لاني كثير بحبها الفكره. اكيد صحابك على طول بقول لك اعزف لنا وباي قعده لازم يكون العود معك. بالضبط حتى في قعدات الاهل 24 ساعه طبعا. طب حدثنا شوي عن اجواء كليه الموسيقى بالمحاضرات او حتى بالفراغ، انتم كشله كاصحاب بتعزفوا مع بعض وبتغنوا؟ اكيد طبعا. هو الشيء الحلو في الموسيقى انه لما ما بدك تدرسي بتدرسي، يعني لما ما بنزهق من المحاضرات بنطلع بندرس موسيقى. يعني انا لما اقعد اعزف مع الشباب بتعلم على امشي مع الاكسنت تبع الموسيقى، بتعلم كثير اشياء اثناء العزف مع الشباب وهيك. فالشيء كثير كثير حلو انه لما تتخيل انت تخلصي دراسه بتدرسي انت وعم بتتريحي من الدراسه بتدرسي. شو الشيء اللي بيلهمك وبيحرك احساسك الموسيقي؟ سؤال كبير. سؤال كبير وبده تفكير. هلا مبدئيا من ناحيه التشجيع الموسيقي اهلي لهم طبعا بشكل اكيد المركز الاول في التشجيع، بعدين بيجوا اصحابي والاقارب بشكل عام. الموسيقى هي روح الغذاء، غذاء الروح. خلصنا غذاء الروح. حلو. فانت يعني المحيط العائلي اللي موجود فيه هو اللي دوما بيشجعك وبيلهمك 100%. لوين حابب توصل من هذا الطريق اللي انت اخترته؟ يمكن اكمل ماستر. حلو. مبدئيا نية كمل ماستر. حلو عظيم. وأكيد يعني كل أمانيك يا أمجد راح تتحقق طالما أكيد. أنت ماشي وعم تسعي ورا حلمك وهدفك الموسيقي. رائع. طب احكي لنا يعني أهم المحطات اللي أنت مرأت فيها في حياتك. أنت هلأ أي سنة؟ سنة تانية. سنة تانية. كان في عندك مشاركات، كان في عندك يمكن عروض، حدثنا عن هاي المراحل. تمام. مبدئيا أنا ما عملت عروض كثير موسيقيا. عملت عروض من ناحية دبكة فولكلور، كثير عملت عروض. من ناحية مسرح دخلت في مجال مسرح شوي بس ما عمقت فيه لأني شوي ركزت على موضوع الموسيقى وركزت على إشي أكمل فيه حياتي في في يعني ممكن أرجع للتمثيل وهيك بس بعد شوي، بس أمشي شوي في الموسيقى. تمشي خطوة خطوة. صحيح بالضبط. فالعروض الأكثرية كانت أغلب إشي للدبكة وللمسرح، الموسيقى شوي قليلة مبدئيا لأنه أنا بلشت أتعلم موسيقى لما دخلت الجامعة، ما كان عندي خلفية موسيقية قبل. طيب كيف بتشوف مستقبل العازف في بلادنا هاي؟ هل يا ترى له مستقبل، له وظيفة أو 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 كيف برأيك بتشوف مستقبلك أنت كأمجد؟ يعني مش عارف صراحة. بشكل عام المستقبل شوي بخوف. هو يعني كمان بكل التخصصات، بكل التخصصات إنه واقع البطالة عنه وفرص العمل كتير قليلة، لكن اليوم يمكن هي قصدها قديش كمان المجتمع بيدعم الفن، قديش اليوم احنا نتلقف الفنانين والموهوبين. تشعر بهذا الشيء؟ عند بعض الناس مش الكل، يعني نحاول قدر الامكان نرفع الثقافة الموسيقية عند الجميع وعشان يكون في اهتمام شوي اكثر بالموسيقى وبالفنون بشكل عام. صح. مش بس بالموسيقى. لانه الفنون هي ثقافة الشعب، هي ثقافة الوطن بشكل عام. صح. وقديش برضه الفنون يا ميساء بتعطينا روح وحياة. بالزبط. يعني الكل بيحكي بني ادم بدون ما يسمع موسيقى، بدون ما يترنم على موسيقى واغاني بتحس زي الجو كئيب ممل، فاحنا بحاجة لهي الروح الخفيفة اللي بتسلينا وبتشبع ارواحنا من جوا، خاصة بالاوضاع اللي احنا فيها كلها ضغط وهيك، فلازم يكون في اشي هيك يروق. يمكن هي قصدها انه يجي على بالها كمان تسمع كمان مرة موسيقى، فشو رأيك؟ تعزف لنا كمان مرة؟ ممكن. يلا. شوي اشياء ارتجاليه ممكن. انا بشعر كمان انه العود من الالات اللي تنطق في الاغنيه، يعني انت وانت بتسمعها بتكون بالزبط. شاعر في حدا. صح. كمان قاعد بغني جواتها حتى لو كان في غنى، فهي كثير مهمه لاي حدا بده يتعلم غناء. اي حدا يتعلم غناء بيحكي له اول شيء يروح على العود، فالعود هو بيساندك كثير في الغناء، بيساند اي حدا بده يغني. طب انا لاحظت عليك وانت عم تعزف او يا ميساء، ما بعرف اذا ملاحظها على باقي الفنانين او اللي بيعزفوا، انه بيوظفوا كل لغه جسمهم عيونهم احاسيسهم هم بيعزفوا، بتحسيهم مغمضين يعني خلص دافعين ومتجهين بكل احاسيسهم نحو الاله اللي بيعزفوها او الشيء. 100%. الاله هي بتقعد يعني بعد فتره بتصير جزء من الانسان.
فكثير بحس فيها وتحس في يعني قعدت فتره خربان العود، حس في شيء ناقص، في شيء غلط، ما عزفتش اليوم، ما تدربت، فكثير بتلعب دور في انه هي جزء من حياتك. نرجع نحكي زي ما حكى ببداية اللقاء إنه عن جد الموسيقى هي غذاء الروح. بالضبط. ويمكن رفيقك اليوم العود بيرافقك في كل مكان. بالضبط صحيح أكيد. طب إذا اليوم في معك عصا سحرية تحب إنك تحقق فيها أمنيات وأحلام، شو الحلم اللي بتحب إنك تحققه؟ كثير بلاوي. شيء يكون له علاقة في العود والعزف. أكيد ممكن إني أكون موسيقي منيح في البلد هون، محترف يعني، بالضبط محترف، اوصل لمرحله، العلم ما بخلص بالنهايه صح، بس انه بالنهايه اوصل لمرحله يكون شيء راقي وحلو في الموسيقى. صح 100%. احنا اكيد بنتمنى لك كل توفيق، وبنتمنى انه تحقق كل احلامك بعصا سحريه او بغيرها، يمكن الاراده اليوم انا بعتبرها هي العصا السحريه اللي بتحقق لنا أحلامنا. كمان بنتمنى بأنه في بلدنا يرتفع منسوب برضه الثقافة الموسيقية عند بعض الأشخاص لحتى يدعموا المواهب والأشخاص اللي مثلك. أكيد. شكراً كتير لك يا أمجد على حضورك وعزفك الجميل اليوم، يسعد صباحك.